عاد الإمام ينهار في عزاء رجاء الجداوي ويؤكد: جايلك يا حبيبتي. وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا. كيف عانت رجاء الجداوي في آخر أيامها مع المرض؟ السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب رجاء الجداوي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنانة الراحلة. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد 43 يوما في العزل الصحي بالإسماعيلية. أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية منذ إصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز 82 عاما. وكانت رجاء الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية بعد تدهور حالتها الصحية. وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 من مايو الماضي 3 مسحات تحليل PCR. الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل لبلازما المتعافين بيومين وظهرت أيضا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية وظهرت نتيجتها إيجابية. وتزوجت الفنانة القديرة رجاء الجداوي مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق الذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة، ولا تعمل في المجال الفني ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى. آخر تحليل للفنانة رجاء الجداوي إيجابي قبل 5 ساعات من وفاتها. قالت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي إن آخر تحليل PCR لوالدتها ظهرت نتيجتها إيجابية مساء السبت، وأثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19 أي قبل 5 ساعات من وفاتها. وأكدت أميرة مختار في تصريحات خاصة لليوم السابع أن والدتها سوف تدفن اليوم في القاهرة وليست في مقابر الأسرة في محافظة بورسعيد. وأكدت الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي أنها في طريقها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي لاستلام جثمان والدتها والتي سوف تدفن بمعرفة الطب الوقائي بإحدى مقابر القاهرة. وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجدة COVID-19 عن عمر يناهز 82 عاما وبعد 43 يوما من إصابتها بفيروس كورونا. ساعات من القلق، شائعات وفاة رجاء الجداوي تشعل مصر. انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء شائعة حول وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما أثار حالة من الغضب في الوسط الفني الذي سعى إلى نفي هذه الأنباء التي تواترت بكثرة. فقد نفى نقيب المهنة التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي الشائعة التي انتشرت أنباء مساء أمس عن تعرضها لتليف الرئة بعد وضعها على جهاز التنفس الاختراقي لضخ الأكسجين للرئة، بعدها فقدت الوعي نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في الدم. وأصيبت الجداوي بفيروس كورونا المستجد في 24 من أيار الماضي ودخلت مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي لمرضى كورونا بالإسماعيلية وحقنت ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا مع حالتها الصحية وتقدمها في السن حيث يبلغ عمرها 82 عاما. سر فرحة ابنة الفنانة رجاء الجداوي. نشرت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعبر عن سعادتها بسماع أذان الفجر والصلاة بالمساجد بعد فترة من الإغلاق، وتمنت من الله أن يفرحها بشفاء والدتها والتي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت ابنة الفنانة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فرحانة بالأذان أوي أوي أوي، وعقبال لما أفرح بشفاء أمي، يا رب اشفيها وارفع عنا الوباء والبلاء. وكانت نسبة
الأكسجين لدى الرجال الجداوي قد استقرت بعد فترة من مكوثها على جهاز التنفس الصناعي، ونفت ابنتها تدهور حالتها الصحية ودخولها غيبوبة مؤكدة أن تلك الأخبار كاذبة. كورونا لا يزال يطاردها، مصادر تكشف تفاصيل حالة الفنان الرجال الجداوي. كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل الطبي لمصابي فيروس كورونا بأبو خليفة بالإسماعيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان رجال جداوي، وقالت المصادر إن حالة الفنانة مستقرة ولم يطرأ عليها أي جديد سوى سلبي أو إيجابي، مضيحة أنها ما زالت تخضع لجهاز التنفس الصناعي لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي والأكسجين. وأكدت المصادر أن الروح المعنوية للفنانة مرتفعة وتحرص على الحوار مع التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها، وتتبادل معهم الحديث عن كورونا وضرورة توعية الناس به. وأوضحت المصادر أن عينات وأشعة جديدة تم الحصول عليها من الفنانة أثبتت بقاء الفيروس في السائل المخاطي للأنف، وأرجعت ذلك إلى عامل السن حيث تبلغ الفنانة نحو 82 عاما وضعف المناعة لديها. من ناحية أخرى، طلبت الدكتورة ندى عبد المنعم التي خرجت من مستشفى العزل الطبي بأبو خليفة أمس أنها أصيبت بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للوقاية خلال مخالطة حالات إصابة في عملها بالتأمين الصحي، ووجهت الطبيبة الشكر لكل أطقم العمل بالمستشفى، وقالت إن الفيديوهات الغاضبة التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تعكس حالتها النفسية الصعبة وقت إصابتها، والتي وصفتها بأنها كانت عصبية جدا. وكشفت ندى عن بقايا بالمنزل لمدة 14 يوما قبل أن تعود لعملها مرة أخرى. شريهان تدعو للفنانة رجال الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية بسبب كورونا. حرصت النجمة القديرة شريهان على دعم صديقتها الفنانة الكبيرة رجال جداوي بعد سوء صحتها بعد محاربتها فيروس كورونا، من خلال رسالة كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات تويتر قائلة: ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين، يا مغيث أغثها، يا مغيث أغثها، يا مغيث أغثها. واستكملت الدعاء للفنانة رجال جداوي: اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم البسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وكان مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية أكد أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجال جداوي تدهورت واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاصة بها. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجال جداوي بالعزل واستمرار تواجدها بالرعاية. قال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجال جداوي تحسنت في الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37، كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم وأصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها. وأضاف المصدر الطبي لليوم السابع أن الفنانة رجال جداوي رغم تحسن حالتها ما زالت على جهاز CBIB، وفي حالة تطور حالتها إلى الأفضل سوف تعود لغرفة عادية وتترك العناية المركزة. وأكد المصدر الطبي أن أكثر شيء أثر على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة هو تدهور حالتها النفسية بسبب الشائعات التي انتشرت كثيرا على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو ما تسبب في توترها وزيادة عصبيتها، مشيرا إلى أن العامل النفسي مهم للغاية في تطوير الحالة الصحية لمصاب كورونا. وتتواجد الفنانة القديرة رجال جداوي في العزل الصحي لليوم 11 داخل العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد يوم 27 من رمضان الماضي، عقب انتهى تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي أذيع في رمضان الماضي. ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك، وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجال جداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا حول وفاتها، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا بعد دخولها العناية المركزة فجر أول أمس. وقالت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة رجال جداوي في تصريحات خاصة لليوم السابع في وقت سابق إن أمها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجل الصحي بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض، وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار، مطالبة الجمهور بالدعاء بدلا من إطلاق الشائعات. وأصيبت الفنانة رجال جداوي يوم 27 من رمضان عقب انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي أذيع في رمضان الماضي بارتفاع في درجة الحرارة، وأجرت أشعة وتحليل PCR والذي أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية ليلة العيد.
والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات. لماذا تم دفن رجال جداوي بواسطة الطب البشري؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.